جانب من كلمة سفير بسام راضي النهاردة أمام منظمة الأغذية والزراعة الفاو في روما في اجتماعها المهم اليوم، وتحدث عن الأزمة الإنسانية اللي موجودة في قطاع غزة وما تعرض له 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة. تخيل حضرتك لا عندك لا أكل ولا عندك دواء ولا عندك ما عندكش حياة، مفيش حياة، وتموت وبتتضرب وعندك عدوان على مدار الساعة. امبارح 400 عملية إرهابية صهيونية، امبارح 400 عملية قصف، امبارح 400 واحد شهداء والنهارده 700، امبارح 436 والنهارده 700. فريق كامل وزير النهارده كانوا عاملين اجتماع ايضا لوزراء النقل العرب في الجامعه العربيه. نواجه تحديات غير مسبوقه فرضتها احداث دوليه ومنها الاعتداءات في غزه. ارتفاع اسعار النفط مع تجدد المخاوف من تداعيات التوترات في الشرق الاوسط. رئيس البنك الدولي: التصعيد في غزه يهدد باضرار اقتصاديه خطيره. كندا تحذر رعاياها من تدهور الاوضاع الامنيه في العراق نتيجه طبعا لضرب عدد من القواعد الامريكيه الموجوده.